وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم. كثير من الناس اللي زاروا سيدي قادر المختار وأنجبوا أطفال كان ما عنديش وطهم لي ربي سيدي قادر طهم لي ربي بصحة زرت سيدي قادر. كان اللي يطلب طلبة قال مثل الحال خاصني سي با مو خاصة كان يعنى نسج يقول روح سيدي قادر يسهل لي يدعي ربي. كان اللي خاصة العرض ما يعطوه يروح يدعي سيدي قادر. شو قاعد الدنيا تجيه لي ما يجيه لي بروحي يجيه لي وش يجو يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير.